يا ترى ايه تفاصيل صفقة الدولار الكبرى اللي هتقضي على سوق سودا لدولار في مصر؟ وايه الحكومة اتأخرت في الاعتراف بالمفاوضات اللي شغالة في واحد من اكبر المشروعات؟ وايه المفاجأة اللي ممكن تقلب الموازين في سوق صرف العملات الأجنبية؟ فأول تأكيد رسمي من الحكومة المصرية حوالين مشروع رأس الحكمة بمرسى مطروح، أكد رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة بدء الاستثمار في المشروع خلال الفترة اللي جاية، وأعلن أن الحكومة تلقت عروض عن عدة تحالفات استثمارية دولية، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع، وللاستثمارات فيه وفقاً لرئيس هيئة الاستثمار هتتخطى الـ 22 مليار دولار، لكن مش هيتم ضخهم مرة واحدة. وفقا للمفاوضات اللي قاربت على الانتهاء ما بين الحكومة المصرية والمستثمرين الإماراتيين، فتحالف الإماراتي هيكون مسؤول عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع، وحاليا بيتم تجهيز العقود بعد الوصول لشبه اتفاق نهائي ما بين الطرفين، وباقي بعض الرتوش البسيطة اللي هيتم الانتهاء منها خلال الأيام اللي جاية. المشروع بيأتي في إطار تطوير منطقة الساحل الشمالي، هيكون نموذج لمشروعات تانية كتير هتتم على أرض مصر. وفقا للمعلومات اللي عندنا، فالمخطط الجديد لمدينة رأس الحكمة بيتضمن أن المنطقة تبقى مقصد سياحي عالمي يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وده هينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، أهمها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط بتنافس مثيلتها على المستوى العالمي، مع تحقيق مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي. بتمتد شواطئ منطقة رأس الحكمة من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي، وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح اللي تبعد عنها 85 كيلومتر. المخطط الجديد للمنطقة الواعدة هيتم تنفيذه على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 199.7 كيلومتر، وبحلول 2045 هيتم الانتهاء من تنفيذ وتنمية حوالي 142.9 كيلومتر من المساحة الإجمالية التنفيذ. وخصصت الدولة 5.4 كيلومتر من المساحة الكلية لرأس الحكمة علشان تكون منطقة مباني متعددة الاستخدامات والارتفاعات، بالإضافة لإنشاء حوالي 10652 وحدة سكنية وبناء 50 فندق سياحي، بالإضافة لتخصيص 7.3 كيلومتر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة يمكن طرحها على القطاع الخاص بالتنفيذ. ورأس الحكمة منطقة تابعة لمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وبتشتهر بوجود عدة فنادق كبرى بجانب أنشطة مختلفة للسياحة، وبتوجد عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر، منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ. الدولة مهتمة جدا بتطوير منطقة رأس الحكمة لأن في أسباب كتير تخليها مؤهلة تكون مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، أما طريق فوكا الجديد هو أحد المشروعات الضخمة اللي بتشارك في إنشاء القوات المسلحة علشان يربط ما بين القاهرة والساحل الشمالي، وبتبلغ المسافة من القاهرة للعلمين من خلال طريق الفوكا الجديد حوالي 140 كيلو، بعد ما كان الطريق القديم حوالي 240 كيلو من القاهرة لمدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالي والعلمين. وهيوفر طريق فوكا الجديد مسافة كبيرة جدا ما بين القاهرة ومطروح. في النهاية بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الأيام والسنين الجاية. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.